عقوبة المصور نسأل الله عافية السلامة خمسة عقوبات. الأول أنه ملعون وأنه في النار، واجعل له بكل صورة نفس يعذب بها المصور، يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، من أشد الناس عذابا يوم القيامة. خمس عقوبات، واحدة منها تكفي أن تجعل التصوير كبيرة من كبائر الذنوب. تصوير ما لا روح فيه، الأشجار، الأنهار، البحار، السماء والأرض، هذا لا إشكال فيه. التصوير للضرورة، بطاقة الشخصية، جواز السفر، تصوير اللصوص، يصح؟ لا إشكال. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن التصوير الفيديو إذا كان